تمام. طيب هنبتدي إن شاء الله. ولا تحبوا نستنى 4 دقايق كده علشان لو زمايلكم اللي كان عندهم محاضرة قبل كده، نستنى 4 دقايق ونبتدي بإذن الله. طيب نبتدي المحاضرة يا دكاترة. النهاردة إن شاء الله محاضرتنا عن الديسليبيديميا and cardiovascular disease assessment. إحنا ليه بنتكلم النهاردة بالذات عن الكارديوفاسكولار ديزيز؟ الكارديوفاسكولار ديزيز من الحاجات المهمة قوي، لأن هو اللي يمكن السبب الأول في معظم الأحيان لل causes of death causes of morbidity and mortality يعني. وطبعا نسبته عالية جدا جدا، مسؤولة عن نسبة كبيرة جدا جدا من ال death في مصر. الأول أعرفكم بنفسي، أنا غادة خفاجي، أستاذ طب أسرة في جامعة القاهرة. النهاردة زي ما قلنا كده هنتكلم عن الديسليبيديميا والكارديوفاسكولار ديزيز، فبالتالي محاضرتنا إن شاء الله هتنقسم لقسمين. القسم الأول هنتكلم فيه عن الديسليبيديميا، والقسم الثاني هنتكلم فيه عن الكارديوفاسكولار ديزيز وهاو تو اسس ريسك اوف
cardiovascular disease. الديسليبيديميا هنتكلم فيها عن الديفينيشن والكلاسيفيكيشن اوف ديسليبيديميا وايه الكوزس اوف ديسليبيديميا و its relation, dyslipidemia, its relation to cardiovascular disease, و how to screen dyslipidemia among the patients. وفي cardiovascular risk assessment هنتكلم عن atherosclerotic cardiovascular disease تحديدا. يعني احنا بنتكلم النهارده عن cardiovascular disease اللي هما atherosclerotic وال categories of atherosclerotic cardiovascular disease و risk assessment, how to assess the risk. هنتكلم عن الـ recommendation النهاردة. المحاضرة الأساسية أو يعني الـ main objective بتاع المحاضرة دي بتاعت النهاردة، علشان بس دايما نفكر بالأسلوب ده إزاي، how to prevent cardiovascular disease، حاجة ضخمة أو حاجة serious زي كده، إزاي إن إحنا نمنعها، مش بس نمنعها يعني من البداية، لا نمنعها من البداية يعني primary prevention، مش مستنى لما الموضوع يبتدي يحصل والcommunication تبتدي تحصل وبعدين نفكر هنعمل إيه. فازاي how to prevent يعني early. يعني علشان كده هنتكلم بالذات عن الامريكان هارت اسوسيشن جايد لاينز سنه 2019 فور cardiovascular disease prevention. طيب نبتدي بقى مبدئيا يعني ايه الديسليبيديميا. الاول لازم نعرف ايه هي الفانكشن بتاعت الليبيد في الجسم. الليبيد هل ليه فانكشن ولا ملوش؟ حاجه مضره تماما ولا لا ليه فانكشن معينه؟ زي ايه؟ زي الدكاتره، زي ما انتوا اخدتوا اكيد ان هو بيدخل في تركيب السيل ميمبرين، وزي كمان هو مهم عشان البايل سولتس، مهم عشان بعض الهرمونز زي الستيرويد هرمونز، وموجود كمان يعني مثلا زي الفيتامين دي. فكل دي يعني حاجات مهمه للليبت. امال ايه هو الديسليبيديميا؟ الديسليبيديميا بتبقى لخبطه في الميتابوليزم بتاع الليبت، نتيجه لخبطه في اللايبوبروتين. احنا عارفين ان الليبت بتسيركليت في البلاد لايبوبروتين، ما ينفعش ان هي تسيركليت لوحدها كده، فبتسيركليت از لايبوبروتين. فاي لخبطه في اللايبوبروتين ميتابوليزم ده، سواء لايبوبروتين اوفر برودكشن او ديفيشنسي، بينتج عنه الديسليبيديميا. طيب الديسليبيديميا بتبقى مانيفيستد ازاي؟ لو انا طلبت ليبيد بروفايل لاي بيشنت، ممكن هلاقي توتال كوليسترول عالي، وهلاقي ال LDL عالي برضو، او ترايجليسرايدز عاليه، او ال HDL كوليسترول اللي هو الجود كوليسترول بيبقى قليل، لان يعني هو ده اللي احنا بنطلب ان هو يبقى عالي، لان هو البروتكتيف كوليسترول. ال LDL كوليسترول احنا بنسميه باد كوليسترول، لان هو المسؤول الرئيسي او المتهم الرئيسي في موضوع الاثيراميتس بلاكس اللي بتعمل بعد كده اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. ال HDL هو ده البروتكتيف، عشان كده بنقول عليه جود كوليسترول، لان هو بمسؤول عن ان هو يريموف ال LDL كوليسترول من البلد يودي لم. ترايجليسرايدز بقى برضو مسؤول عن كارديو ميتابوليك ريسكس تانية، ومسؤول عن الفيسرال اوبيزيتي، وبتعالي الريسك بتاعت الكرونيك ديزيز زي الدايابيتس وزي كارديو فاسكولار ديزيز، يعني فهي بتشارك برضو او ليها لينك للكارديو، يعني لانها بتزود الكارديو فاسكولار ديزيز. كلاسيفيكيشن بتاعت الديسليبيديميا احنا بنقسمهم لحاجتين رئيسيتين، يعني الفاميليال او البرايمري ديسليبيديميا والاكوايرد او سكندري ديسليبيديميا. الفاميليال ديسليبيديميا من اسمها تبقى حاجه ماشيه او في هيستوري في الفاميلي، في فاميلي هيستوري، دي بتبقى حاجه جينيتكس، بيبقى في جينز معينه افكتد. الجينز دي بتافكت اللايبوبروتين ميتابوليزم، فبيحصل الديسليبيديميا. وهي بتبقى انواع كتيره قوي، بتبقى الحقيقه انواع كتير، بتبقى كاركترايزد باي ان الديسليبيديميا دي ممكن تبقى مبتديه سنس بيرث، وبتبقى سايلنت، فبالتالي ما بتقابلش العيان الا هو عنده مشاكل، والمشاكل دي بتحصل ايرلي، لان الديسليبيديميا دي مش زي بقيه الديسليبيديميا الشائعه الكومن اللي احنا بنقابلها دايما، بتبتدي مثلا عند سن 40 سنه ولا حاجه او عند 30 سنه، لا دي بتبتدي سنس بيرث، فبالتالي مشاكلها بدري اكتر. الحاجه الثانيه غير الفاميليا الديسليبيديميا بتبقى الاكواير ديسليبيديميا. الاكواير ديسليبيديميا دي بتبقى نتيجه، ممكن تبقى نتيجه ميديكال كونديشنز،
ممكن تبقى نتيجة drugs، ممكن تبقى نتيجة lifestyle habits سيئة. طيب بقى ايه هو ال causes بقى؟ يعني احنا كده عرفنا classification ويعني ايه dyslipidemia. طب ايه هي ال causes of primary dyslipidemia؟ هي مش causes of primary، هي types للdyslipidemia. احنا عايزين نعرف ان في كذا نوع، انتوا مش مطالبين بيه، في كذا نوع للبرايمري او الفاميليال هايبرليبيديميا. اكتر يعني في منهم تبقى حاجات اوتوزومال دوميننت، وفي حاجات تبقى اوتوزومال ريسيسيف. الحاجات الاوتوزومال يعني الكومن اكتر هي 2A و2B، ال2A و2B، لان هم دولت بيبقوا اوتوزومال دوميننت. نتيجه ان هم اوتوزومال دوميننت فهم دولت المور كومن. في حاجات من الفاميليا هايبرليبيديميا بتبقى اوتوزومال ريسيسيف، فما بنشوفهاش كتير قوي. طيب دول بيبقوا كاركترايز، 2A و2B بيبقوا كاركترايز باي ماركتلي اليفيتد ال دي ال كوليسترول، و2B كمان بيبقى ال دي ال كوليسترول مع الفيري لو دنسي لايبوبروتين، هو كمان بيبقى عالي جدا جدا. طيب هل الناس دولت احنا بنعرفهم؟ لا، الديزيز ده بيبقى سايلنت تماما، احنا ما بنعرفوش غير لما بنشوف العيان في مشكله من الهايبرليبيديميا دي. طب نتوقعه ازاي؟ نتوقعه ان احنا بنسال من الهيستوري، بناخد هيستوري من البيشنت، يقول لك اه والله حصل بري ماتيور ديث او حصل بري ماتيور كوروناري هارت ديزيز في العيله بتاعتي، الناس كان بيجي لها كوروناري هارت في ايرلي ايج، يعني ممكن يبقى في واحد يتشخص وهو صغير جدا، او ايفن حصل بري ماتيور ديث في سن صغير جدا لكذا حد من العيله ويبقى سادن ده، فساعتها احنا بنشك اكتر. ده الـ causes of primary dyslipidemia. زي ما احنا قلنا الـ primary أو الـ familial dyslipidemia ما بقاش منتظرة إن يبقى عند الـ patient ده symptoms، الـ patient ده بيبقى طبيعي تماما زيه زي أي حد تاني، إلا إذا أنت حللت له الـ lipid profile بتاعه. هل في أي symptoms ممكن تظهر على العيان ده؟ ممكن في بعض الأحيان تظهر symptoms زي اللي احنا شايفينها هنا، بيحصل xanthoma اللي هو fat deposition أو yellowish deposition under the skin، فبتظهر بالطريقة يعني أو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ممكن يبقى حوالين الايلتس، اللي هي بتبقى حوالين الايلتس دي بنسميها زانث العزمة، وممكن تظهر في التندونز زي اهي عند التندو اكيلز بنسميها ساعتها زانثما، ممكن تظهر في الباك، ممكن تظهر في البالمز في بعض انواع الفاميليال هايبرليبيديميا في البالمز عند الناس دي، ساعتها لما اشوف الزانثما او الزانث لازمه اشك ان البيشنت ده عنده فاميليا هايبرليبيديميا، بس مش معنى ان هو ما عندوش زانثما وال دي ال كوليسترول مثلا عالي، ده مش معناها ان هو ما عندوش فاميليا، يعني وجودها بيأكد بس مش العكس، يعني ما اعتمدش على وجودها في التشخيص. ايه هي الـ causes of secondary dyslipidemia؟ الـ causes of secondary في بعض الـ يعني في بعض الـ diseases زي ما احنا قلنا قبل كده بتأفكت الـ lipid metabolism وبالتالي بتعمل secondary dyslipidemia، زي ايه؟ زي diabetes اشهرهم على الاطلاق طبعا diabetes mellitus، وطبعا الهايبوثايرويديزم من الحاجات اللي احنا من المتوقعين ان يبقى معاها secondary dyslipidemia، الكرونيك كيدني ديزيز، وعشان كده الناس دي بتبقى عوضه اكتر، الناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز بتبقى عوضه اكتر ان هي يجي لها كارديو فاسكولار ديزيز، النيفروتيك سندروم، الالكول كونسامشن، في بعض الدراجز بتاثر يعني على الليبيد ميتابوليزم زي السايزايد والبيتا بلوكرز والاستروجين، بس يعني الاهم طبعا اللي هي الديزيزز الاساسيه الدايابيتس ميليتس الهايبوثايرويديزم كرونيك كيدني ديزيز، دي من الحاجات المهمه قوي، والباد لايف ستايل هابتس برضو بتاثر ممكن تعمل لي ديسليبيديميا. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه ديسليبيديميا، فهمنا ايه هي الكلاسيفيكيشنز بتاعت الديسليبيديميا والكوزز اوف او التايبس اوف برايمري او فاميليال هايبرليبيديميا، وكمان ايه هي الكوزز اوف سكندري ديسليبيديميا. ايه بقى ايه علاقه الديسليبيديميا بالهارت ديزيز او بالكارديوفاسكولار ديزيز؟ الديسليبيديميا بتعمل اثيروسكلروزس وبالتالي بتعمل اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، فده طبعا هي متهم رئيسي في الكارديوفاسكولار ديزيز، وعلشان كده احنا لو عرفنا نعمل كنترول على او نعالج الديسليبيديميا دي يبقى انا بمنع الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز.
طيب كمان مش بس الديسليبيديميا بتعمل اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، لا هي ممكن الترايجلسرايدز العاليه قوي لما بتعلى مثلا فوق 500، يعني هو النورمال تقريبا لغايه 150 في الترايجلسرايدز، لما الترايجلسرايدز ممكن تعلى فوق 500 و1000، الانسان ده بيبقى عرضه اكتر او احنا بنخاف اكتر من الاكيوت بانكرياتايتس، ودي طبعا حاجه سيريس يعني، فعشان كده بنحاول نعمل كنترول على الترايجلسرايدز دي. كمان ان جنرال يعني البيشنتس اللي ما عندهم هاي ليفل اوف ال دي ال وهاي ليفل اوف ترايجلسرايدز وعندهم لو ليفل اوف اتش دي ال بيبقى عندهم هاير ريسك اوف اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. يبقى احنا قلنا ان الناس اللي بيبقى عندها ديسليبيديميا انا مش متوقعه ان يكون ظاهر عندها حاجه، بالذات اللي عندها فاميليال او سكندري حتى ممكن اي ما يظهرش عندهم عليهم اي سيمتومز للديسليبيديميا دي، في نفس الوقت هي ليها كومبليكيشن اهو، يعني هي تعمل اثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز. طب ايه بقى الموضوع ده، انا اعرفه ازاي او اقدر اتجنبه ازاي؟ يبقى انا لازم هعمل سكريننج، يعني سكريننج ده بتبقى حاجه معرفش انتوا اكيد اخدتوا التيرم سكريننج، يعني سكريننج ده انا بعمل انفستيجيشن لناس مش بتشتكي من حاجه، ناس سليمه تماما تماما، بس انا مجرد ان انا بعمل لهم سكريننج عشان اعمل ايرلي ديتكشن للمرض وبالتالي اقدر اعالج او اتصرف قبل ما الكومبليكيشن تبتدي تحصل. زي مثلا سكريننج لبعض انواع الكانسر زي البريست كانسر مثلا والكلام ده، انا مش بستنى لما كانسر، لا انا ابتدي اعمل سكريننج من بدري. فهو نفس الكلام في الديسليبيديميا، علشان طبعا احنا بنتكلم في حاجه مش سهله، كارديوفاسكولار ديزيز اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، وهي كومن جدا جدا، فالكوست بنفيت ريشيو بتاعت ان انا اعمل سكريننج حاجه زي كده هتبقى طبعا يعني كويسه جدا. فعشان كده اليونايتد ستيت بريفنتيف سيرفيس تاسك فورس، يبقى هي ده الاختصار بتاعها يونايتد ستيت بريفنتيف سيرفيس تاسك فورس، ودي بتبقى مؤسسه مهتميه اكتر بالبريفنتيف سيرفيسز زي ما هو باين من اسمها، وبتابديت الريجليشنز او الريكومنديشنز بتاعتها ريجولاري. يعني هي بتريكومند ايه؟ بتريكومند ان السكريننج عند الميل يبتدي من سن 35 سنه، وعند الفيميل يبتدي من سن 45 سنه. طيب في حاجه يعني مؤسسات ثانيه بتريكومند زي الناشونال كوليسترول اديوكيشن ادلت تريتمنت بانل 3، ده بيريكومند ان احنا نعمل سكريننج بدءا من 20 سنه، لان هي ممكن تؤدي للايف ستايل موديفيكيشن وبتقلل الريسك، خصوصا ان في ناس ممكن الفاميليال هايبر، بالذات الناس اللي هي عندها فاميليال هايبر ليبيديميا دي ممكن يبقى الهايبر ليبيديميا عندهم سنس بيرث، فكل ما ابتديت بدري كل ما ابتديت احسن. عامة بالنسبة للناس ده سكريننج للناس العادية، لكن هل أنا بعمل سكريننج بطريقة ريجولر بقى لناس عندها كورونري هارت ديزيز أو عندها ديزيزز إيكوافالنت لكورونري؟ أه طبعا أي حد عنده كورونري هارت ديزيز أو عنده ديزيزز مساوية في ريسك للكورونري زي الدايابيتس مثلا، دول أنا بعمل لهم بطلب لهم ليبيد بروفايل وبتشيك ريجولاري الليبيد بروفايل زي ما أنتوا هتشوفوا إن شاء الله بعد كده في السنين اللي جاية، لأن هو ده برضو بيقلل الريسك أو فيردر دامج للأورجن ده. طيب إيه هو بقى الأثيروسكلروتيك؟ يبقى إحنا عرفنا إن الديسليبيديميا هي ريسك فاكتورز أو نون قصدي موديفايبل ريسك فاكتور، إحنا قلنا عليه موديفايبل ريسك فاكتورز للأثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. طب إيه هما الأثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز؟ الاثيروسكلروزس بصفه عامه بيديفلوب امتى؟ لما يحصل عندي فاتي ديبوزيشنز وبتبقى هارد، الفاتي ديبوزيشنز دي بتبقى هارد، بتبقى هي ديبوزيتد على اليومن او على الجدار بتاع او الوول بتاع البلاد فيسلز. واكيد طبعا من دراستكم قبل كده ان اخدتوا يعني انا كده قللت اليومن وقللت البلاد فلو اللي ماشي في اليومن ده، يبقى اكيد البلاد سبلاي في التيشوز حوالين البلاد فيسلز دي هتتأثر شوية، وممكن اليومن ده يتسد تماما يبقى بلوكت تماما اثيروميتس بلاكس او بثرومبس اون توب اوف اثيروميتس بلاكس دي، وبالتالي هيحصل ديث، مش هيحصل جاست اسكيميا، لا ده هيحصل ديث.
واكبر مثال شهير على كده طبعا الانجينا. الانجينا في الاول بتبتدي بايه؟ بتبتدي اسكيميا، يعني الاول الهارت بيحصل نارينج في البلاد فيسلز بتاعت الهارت، فيبتدي العيان يحس كل شويه بين، كل شويه البلاد سبلاي يقل للتيشوز بتاعت الهارت، يبتدي يحس ببين سيفير شويه. وبعدين لما يحصل complete occlusion للبلاد فيسلز دي خلاص يحصل ديث بقى للتيشوز دي، فيحصل مايوكارديال انفانكشن. طيب يبقى هو ده يعني الاثيروسكلوزس، ده اللي بيحصل. فاوفر تايم البلاك دي كان ممكن تعمل ميجر سيركيليشن بروبلم زي الهارت اتاكس وزي الستروكس، سواء ده حصل على مستوى الهارت سواء على حصل على مستوى البرين. فدي بتبقى الستيجز اهي في اثيروسكلوزس، يمكن انتوا اشطر مني فيها، اكيد بتاخدوها في الباثولوجي. هنا بيحصل كالسيفيكيشن على الاثيروميتس بلاكس، وبيحصل ثرومبس فورميشنز اهي، ممكن يحصل ثرومبس. الثرومبس دي يا اما هي تسد بنفسها، يا اما تبعت شاورز اوف امبولاي تروح تسد سمولر بلاد فيسلز. يعني لحد ما او كده فهمنا يعني ايه اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. ايه هو بقى الكاتيجوريز بتاعت الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز؟ يعني اول ما بنسمع كارديوفاسكولار دماغنا بتروح ناحيه الهارت. هل هو الهارت الاورجن الوحيد اللي بيتاثر؟ لا، مش هو الاورجن الوحيد اللي بيتاثر. يعني الاثيروسكلروسيس ده ممكن ياثر الكون على الكورونريز ارتريز، كورونري ارتريز على في الهارت، ممكن ياثر على الكاروتيدز، ممكن ياثر على الاورتا، وممكن ياثر حتى على البريفرال ارتري. في الكورونري ارتري ممكن يعمل لي انجينا، ممكن يعمل لي مايوكارديال انفكشن، وبالتالي هيحصل في الاخر هارت فيلير از ريزلت اوف انجينا اند مايوكارديال انفكشن، على حسب بقى الليفل اوف ايه اوف اوكلوجن زي ما احنا قلنا من شويه. طب الكاروتيد ارتريز، الكاروتيد ارتريز ممكن يحصل فيها هي كمان ستروك، ممكن يحصل نتيجه الاثيروميتس دي ممكن يحصل كومبليت اوكلوجن. يعني الكاروتيد ارتريز ممكن تديفلوب ساعتها، يعني مش لما الكاروتيد بيتقفل بيعمل ستروك، لا هو بيديفلوب اثيروميتس بلاكس، وبعدين دي بتبعت شاور اوف امبولاي، الامبولاي بتروح قافله سمولر بلاد فيسلز، وبالتالي العيان ده ممكن يدخل في ستروك، ممكن يدخل في حاجه اسمها ترانزيانت اسكيميك اتاكس. يعني ايه ترانزيانت؟ من اسمها هي ترانزيانت، يعني حاجه مؤقته، البلاد فيسلز دي راحت حصل لها اكلوجن وبعد شويه رجع بلاد فلو يمشي فيها كويس. فتلاقي العيان جاي يقول لك ايه، انا امبارح مثلا جنبي ده حسيت فيه كذا، او دراعي ده حسيت فيه ان هو تميل مثلا او ضعف، وبيبقى ضعف تماما يعني، وبعدين بعد شويه لقيته تمام بقى كويس قوي والحمد لله قدرت احركه كده. فدي بتبقى اسمها ترانزيت اسكيميك اتاكس، والعيانين اللي بيحصل لهم دول بيبقوا برون اكتر ان هم يحصل لهم ستروك فيما بعد، فلازم نبقى مخليين بالنا. طيب ده بالنسبه للكوناري ارتري وبالنسبه للكاروتيد ارتريز. ممكن تاثر على الاورطه، اه ممكن تاثر على الاورطه فتعمل انيوريزم وايفن تعمل رينال فيلير. ممكن تاثر على البريفرال ارتريز. البريفرال ارتريز فين؟ في اللور ليمبس بالذات. فاللي بيحصل انه بيحصل بيبقى اسمه ايه، بريفرال ارتيريال ديزيز. بيبقى اثيروسكلروزس بس في البريفري، في الارمز وفي الليجز والبلبس، فبيحصل عندهم اسكيميا، بيبقى عندهم سيمتومز زي الليج بين وكلاديكيشن وبيرنينج بين، دي بتبقى كرونيك اسكيميا. ممكن تحصل بصوره اكيوت، اه طبعا ممكن يحصل اكيوت اسكيميا، ودي بتبقى مور دينجرس اكتر. يعني هما الاثنين الحقيقه وحشين، بس يعني الاكيوت اسكيميا هي اللي بتتطلب علاج بدري. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه اثيروسكلروسس، فهمنا ان جنرال يعني ايه اثيروسكلروسس وايه ستيجز بتاعه الاثيروسكلروسس، وبعدين اتكلمنا عن الكاتيجوريز وهي بتافكت الاثيروسكلروسس ده بيافكت انهي بلاد فيسلز، ممكن ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن يعملها. عايزين بقى نفهم ايه الفاكتورز، الريسك فاكتورز اللي ممكن تؤدي لاثيروسكلروسس او اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز عشان نقدر نعمل بريفنشن. طيب هو الريسك فاكتورز مش كلها انا بقدر اتحكم فيها، يعني في ريسكس بتبقى نون موديفايبل، ريسك فاكتورز بتبقى نون موديفايبل انا ملياش يد فيها، وفي ريسك فاكتورز بتبقى موديفايبل. طيب الريسك فاكتورز اللي بتبقى نون موديفايبل زي ايه؟ زي الايدج. يعني دلوقتي احنا بقينا نقول لما لو فوق 45 year for male ده risk factors لوحده، لو فوق 55 for female ده risk factor. الجندر، الميل اكتر من الفيميل،
بيبقى في الاثيروسكلوتيك كارديو انهم عرضه اكتر للاثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز. الريس الناس النون وايتس بتبقى عرضه اكتر. الفاميلي هيستوري، لو انا سالت البيشنتس انت في حد عندك من عيلتك جاله يعني كورونري هارت ديزيز ايرلي، فيقول لك اه مثلا انا لو عنده فيرست ديجري ريليتيف، يعني فيرست ديجري ريليتيف فيميل بيشنت جالها قبل 65 سنه، ده يعتبر early coronary heart premature يعني coronary heart disease. أو لو حد عنده في العيلة first degree relative male patient جاله قبل 55 سنة، ده برضو يعتبر risk factors. طيب الموديفايبل بقى يبقى السن مهم، يعني مش مجرد family history. اه ماشي لو في family history طبعا تبقى حاجة مهمة، بس كمان family history، family history بدري من بدري. طيب الموديفايبل ريسك فاكتورز بقى اللي انا اقدر اتحكم فيها ايه هي؟ تايب 2 دايابيتس، ما انا ما اقدر اتحكم واقدر امنعه، فبالتالي ان انا اقدر اقلل الريسك. الهايبرتنشن نفس اعمل عليه يعني مانجمنت للبيشنت ده، فبالتالي اقدر امنع الكاردو فاسكولار ديزيز. السموكينج، ستوب سموكينج بيقلل طبعا الاثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز. الديسليبيديميا اللي احنا اتكلمنا عنها في الجزء الاول من المحاضره، وعشان كده عندنا نقول نعمل سكريننج من بدري ونعالج العيان من بدري ونعمل كنترولنج على الديسليبيديميا دي، لان هي بالتالي لما انا ابتدي اتحكم فيها او اعمل كنترول للديسليبيديميا يبقى انا بعمل بانتيسيبيت البروبلم والحق اتصرف بدري والحق اعمل مانجمنت بدري قبل ما يبتدي يدخل في كرونري هارت ديزيز. الكرونيك كيدني ديزيز من الحاجات طبعا برضو بتعمل لخبطه في الليبيد ميتابوليزم، وبالتالي بتعمل اثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز. الاوبيزيتي والميتابوليك سندروم والمانجمنت اوف اوبيزيتي والويت لوس اكيد برضو هيقلل الريسك اوف اثيروسكلوتيك. يبقى كل الريسك فاكتورز دي انا اقدر اتحكم فيها، فعشان كده احنا بنقول عليها ايه؟ موديفايبل ريسك فاكتورز، اقدر اعالجهم واقللهم وبالتالي اقلل الريسك اوف اثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز. معايا يا دكاتره؟ يبقى احنا اتكلمنا كده يعني ايه جنرال اثيروسكلوتيك، ايه هي رفي كده يعني ايه هي الستيجز اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل وايه هي البلاد فيسلز اللي بتبقى افكتد وايه هم الريسك فاكتورز. في حاجه كمان اسمها ريسك انهانسينج فاكتورز، هي مش ريسك فاكتورز صريحه للكارديو فاسكولار ديزيز او مباشره للكارديو فاسكولار ديزيز، بس الحاجات دي لو موجوده بتزود او بتنهانس البوسيبيليتي بتاعت الكارديو فاسكولار ديزيز. طب انا ليه بقولهم هنا؟ بقولهم لوحديهم لان دولت لو موجودين بيساعدوني في المانجمنت بلان زي ما هنشوف قدام، بس هي الحقيقه دي حاجه شويه ادفانسد مش عليكم قوي يعني جاست الاطلاع. هي اكتر من كده على فكره، هي ريسك انهانسينج فاكتورز اكتر من كده. لو البيشنت دي عندها بريماتيور مينيبوز، يعني حصل لها مينيبوز قبل 40 سنه، فدي بتبقى ممكن تخليها عرضه اكتر للكارديو فاسكولار ديزيز. لو البيشنت حصل لها بري كلامسيا، لو البيشنت عنده كرونيك انفلاماتوري كونديشنز زي الروماتويد اثرايتس، سورايسيس، كل دولت بيبقى عندهم كرونيك انفلاميشن، فده خليهم عرض اكتر للكارديو فاسكولار ديزيز. لو الناس عندها persistently elevated triglycerides في ريسك انهانسينج فاكتورز ثانيه. زي ما احنا قلنا ايه وظيفه الريسك انهانسينج فاكتورز دي؟ ان هي اكتر بتساعدني في تريتمنت بلان بعد كده. نيجي بقى على المين اوبجكتيف، يعني كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده والديسليبيديميا والكلام ده، واحنا عرفنا ايه هي ديسليبيديميا وانواعها وكوزس والكلام ده كله، علشان مين عايزين نوصل للبريفنشن اوف كارديو فاسكولار ديزيز، يبقى هو ده المين تارجت بتاع المحاضره. البرايمري بريفنشن احنا عندنا او انتوا اخدتوا يعني يعني ايه برايمري بريفنشن ويعني ايه سكندري. البرايمري بصفه عامه ان انا بلحق الحاجه قبل ما تحصل اساسا، بمنعها من البدايه خالص من قبل الكومبليكيشن ما تحصل. بعمل برايمري، باخد ميجرز معينه وبعالج، بعمل كونسلنج للبيشنت بحيث ان انا امنع حدوث كارديوفاسكولار ايفنتس. ايه هو السكندري بريفنشن؟ لا ده عيان حصل له كارديوفاسكولار ايفنتس، حصل له مثلا ستروكس، حصل له انجينا، حصل له مايكارديو فانكشن، وابتدي بقى ايه احاول ان انا ادور على اسباب وامنع فيرذر دامج وفيرذر كومبليكيشن.
اوكي طيب، احنا قلنا النهارده ان احنا هنعرف الامريكان هارت اسوسيشن جايد لاينز فور برايمري بريفنشن، ودي اخر جايد لاينز من الامريكان هارت اسوسيشن للكارديوفاسكولار ديزيز. فايه هي اللايف، يعني ايه هم بقى الامريكان هارت اسوسيشن بتقول ايه؟ اول حاجه او ايه هي اللايف ستايل فاكتورز اللي بتأفكت الكارديوفاسكولار ريسك؟ اللايف ستايل فاكتورز، النيوتريشن بتشمل النيوتريشن والدايت، وتشمل الاكسرسايز والفيزيكال اكتيفيتي. طب ايه الفاكتورز اللي بتأفكت برضو يعني اذر فاكتور او اذر ديزيزز ممكن تأفكت الكارديوفاسكولار ريسك؟ الاوفر ويت والاوبيزيتي والدايابيتس والهاي بلاد بريشر. يبقى كده انا فهمت، يبقى هما دولت انا عندي مجموعه ديزيزز ومجموعه لايف ستايل فاكتورز بتأفكت الكارديوفاسكولار ديزيز. يبقى انا لو قلت ان انا اعمل لهم كنترول يبقى انا كده عملت برايمري بريفنشن، يبقى سهله اهي. فعلشان كده انا حطيتها لكم في الدياجرام اهو بحيث انها تبقى سهله. البرايمري بريفنشن علشان اعمل يعني بنعمل عن طريق حاجتين، الاول حاجه ان انا بعمل لايف ستايل هابتس، بحسن اللايف ستايل هابتس عن طريق ان انا اتكلم عن الدايت، اتكلم عن الاكسرسايز، عن السموكينج سيسيشن، واعمل كنترول لبعض انواع لبعض فاكتورز تانية او ديزيزز تانية زي ايه، زي الاوبيزيتي، زي ان انا اعمل كنترول للهايبرتنشن لو البيشنت ده هايبرتنسر، او ان انا اعمل كنترول للدايابيتس. طيب تمام، ده مفهوم وسهل ولطيف يعني. امال ايه بلس اور ماينس ده بقى؟ بلس اور ماينس ستاتين يوز في حالات محدده، وهي دي اللي احنا هنتكلم عنها بعد شويه. ايه هو الاستاتين؟ الاستاتين ده حاجه انا بعمل دراج، انا بعمل بيه كنترول للديسليبيديميا، بحسن بيه الديسليبيديميا. وطبعا بلس اور ماينس اسبرين، اسبرين ليه؟ علشان اقلل الثرومبو امبوليك ايفنتس. تمام طيب، السكندري بريفنشن، يبقى احنا اتكلمنا عن البرايمري بريفنشن وقلنا ان هو بتعتمد على اللايف ستايل هابتس، بتعتمد على المانجمنت اوف سام ديزيزز، بتعتمد على ثيرابيوتيك بقى، ثيرابيوتيك يعني مش بس يعني حاجات هابتس، لا ده في ثيرابيوتيك انترفنشن، انا هدي ستاتين بقى اهو وهدي اسبرين. السكندري بريفنشن، السكندري بريفنشن من معناها قلنا ان انا حاجه ميجرز ذا بريفنت فيرذر دامج او فيرذر بروجريشن اوف ذا ديزيز، حصل حاجه وبمنع حاجه ثانيه، بمنع الاسوأ يعني. نفس الدايجرام بنفس الكومبوننت بتاعته، الحاجه الوحيده الدايت والاكسرسايز والسموكينج والويت لوس وكنترول اوف هايبرتنشن كنترول اوف دايابيتس، ده مهم جدا جدا جدا، زائد بقى الاستاتين. يبقى هو يفرق ايه عن البرايمري؟ ان هنا مفيش بلس ولا ماينس، هنا بلس، يبقى لازم الاستاتين مفيهاش كلام في السكندري. واحد عنده جاله قبل كده فخلاص انا هستخدم ده، زائد استاتين زائد اسبرين، بس الاسبرين ما بين قوسين كده، وما ننساش الكلام ده unless contraindicated، unless هيأذي العيان اكتر ما ينفعه، لو الاسبرين هيأذي العيان اكتر ما ينفعه فبلاش منه، ما معرضش العيان لريسك. طيب احنا عمالين نتكلم عن اللايف ستايل هابتس، وايه هي بقى؟ قلنا ان هي بتشمل النيوتريشن والدايت والاكسرسايز والسموكينج سيسيشن. النيوتريشن والدايت اتس ريكومندد، الامريكان هارت اسوسيشن بتقول ان هو اتس ريكومندد تو انكريز الانتيك اوف فيجيتابلز فروتس وليجيومز ونتس والهول جرين اند فيش، يعني ميديترينيان دايت. طيب كمان تو ريبليس الساتوريتد فات اللي هو الانيمال فات، مش ممنوعه تماما الانيمال فات اللي هي موجوده في الملك، موجوده في الزبادي، موجوده في الميت، موجوده في التشيكن، موجوده يعني اللي هي الانيمال فات، مش ممنوعه تماما بس تو ريبليس يعني نقللها على قد ما نقدر، ونستبدلها، نستبدلها بايه؟ بالمونو ان ساتوريتد فاتس اللي موجوده في زيت الزيتون، موجوده في المكسرات والافوكادو، والبولي ان ساتوريتد فات اللي هو موجوده في البلانت فات. وكمان reduce the amount of cholesterol it's recommended، يعني to reduce the amount of cholesterol بصفة عامة والصوديوم، to minimize the intake of processed meats، طبعا processed meats دي كارثة، وكمان فيها processed كمان بيبقى فيها trans fats، و minimize كمان ايه refined carb. هل الكاربس كلها وحشة؟ في ناس تقولك لا انا همنع السكر، همنع العيش والمكرونة، هي الكاربس مش وحشة، المشكلة في انواع الكاربس اللي احنا بناخدها. كل ما كان الكاربس ده ريفايند، ريفايند يعني ما فيهوش اي فايبرز، يعني حاجات سوفت، يعني مثلا بدل ما اكل عيش بلدي اكل او عيش
يعني براون، اكل مثلا عيش فينو يبقى كده ريفايند، الباتيه بقى وكرواسو والكيك وكل ده، كل ده ريفايند كاربس، كاربس ما فيهاش فايبرز. لكن مثلا الشوفان من انواع الكومبلكس كاربس، البطاطس من انواع الكومبلكس كارب كويسه، وطبعا السوفت درينك يبقى انيمايز الانتيك اوف اي بروسيسد ميتس ريفايند كاربس اند سوفت درينكس. كمان افويد الانتيك، الحاجه المهمه قوي اللي بعدها الافويد انتيك اوف ترانس فاتس. ترانس فاتس طبعا ده الدهون اللي هي المشبعه اللي هي بتبقى موجوده في السمنه في الحاجات اللي هي الصناعيه والكلام ده كله، وبتبقى مكتوبه الحقيقه بره يعني على العلبه من بره. يعني انت لو اشتريت كيك كده او يعني حاجه وقربتها الناحيه التانية بتشوف ايه المكونات بتاعتها، هتلاقي عادي خالص هو بيبقى كاتب زيوت مهدرجه. وبعض الناس طبعا عندنا في مصر للاسف الشديد بتسترخص موضوع السمنه الصناعي، فناس كتيره جدا جدا من السوشيو ايكونوميك ليفل بتاعهم قليل بيعتمدوا على يعني بيبقى اهمهم اكتر السعر، فبيلجأوا طبعا لان هو بيبقى ارخص كتير من اي حاجه موجوده تانية، يعني اكتر من ارخص من حاجات طبيعيه وارخص من كمان من الزيوت النباتيه، فهما بيلجأوا ترانس فاتس. فنخلي بالنا نتكلم على العيانين في الكلام ده. كمان الاكسرسايز والفيزيكال اكتيفيتي من الحاجات المهمه في اللايف ستايل هابتس مينيمايز الريسك اوف اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. انا عندي اكسرسايز وعندي الفيزيكال اكتيفيتي. الاكسرسايز علشان اخد البنفيت بتاعت الاكسرسايز دي في ان هي تمينيمايز كارديوفاسكولار ريسك لازم يبقى عندي مينيمم اماونت اوف اكسرسايز. طب ايه هو المينيمم اماونت؟ الامريكان هارت اسوسيشن بتقول المينيمم اماونت 150 دقيقه في الاسبوع. يعني ايه 150 دقيقه في الاسبوع؟ يعني نص ساعه لمده 5 ايام في الاسبوع اوف مودريت فيزيكال اكتيفيتي، يعني مشي بجد كده واجتهاد كده، او 75 دقيقه تعادل 75 دقيقه لو فيجرس اكتيفيتي فيزيكال اكتيفيتي. كمان الفيزيكال اكتيفيتي مهمه، الفيزيكال اكتيفيتي بقى مش اكسرسايز يعني عامه ان جنرال فيزيكال، ان البيشنتس مثلا يقعد مكانه وقت طويل من الوقت، وقت طويل ده مش مستحب. يعني يقعد اكتر، ما يقعدش اكتر مثلا من ساعه ساعه ونص في نفس المكان، لا يقوم، المفروض ان هو ما يقوم يتحرك على الاقل. فيبقى الاكسرسايز والفيزيكال اكتيفيتي مهمين. الاوفر ويت والاوبيزيتي طبعا اللوس اوف ويت بيقلل جدا وبيحسن جدا جدا الديسليبيديميا وبيحسن الاثيروسكلروزس. احنا ازاي بنحكم على البيشنت ده ان هو اوبيز ولا لا؟ بيحكم على البيشنت عن طريق البادي ماس اندكس. هو مش قصتنا النهارده بس يعني انا ما اعرفش انتوا خدتوه قبل كده ولا لا، تبقى فاهم ان البادي ماس اندكس بيتحسب ازاي. بيتحسب ان هو الوزن على مربع طول بالمتر، يعني لو واحد وزنه مثلا 70 كيلو على وطوله 170، فاحنا بنقسم ال 70 كيلو دولت على مربع طوله، يعني واحد بالمتر، يعني 1.7 في واحد، وبيطلع لنا رقم. الرقم ده لو اقل من 25 يبقى تمام، لا البيشنت ده مش اوفر ويت. لو من 25 ل 30 فده اوفر ويت، ولو 30 فده خلاص كده دخل في الجريتس بقى المختلفه بتاعت الاوبيزيتي. وكل ما دخل طبعا في الاوبيزيتي فوق 30، يعني البادي ماس اندكس فوق 30، ده بيزود نسبه احتماليه نسبه الكرونيك ديزيز. كمان الويست سيركمفرنس من الحاجات المهمه قوي قوي، لان هي بتدل على ان في فيسرال اوبيسيتي او في فيسرال فات. الفيسرال فات دي مهمه قوي، ان هي مرتبطه دلوقتي طبعا الناس في الشارع كلها عارفه ان الفيسرال فات ده غير السبكتينيوس فات، بيبقى مرتبط اكتر بالكارديو، بيبقى مرتبط اكتر بالكرونيك ديزيز. فعامة الويت لوس من الحاجات اللي هو ريكومندد ان البيشنت يعملها علشان يقلل فرصة الاثيروسكلروزس اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. يبقى احنا اتكلمنا عن الست حاجات الرئيسية، او كنترول اوف بلاد بريشر، كنترول اوف دايابيتس ولو وجد يعني، والويت لوس والنيوتريشن والدايت والفيزيكال اكتيفيتي والسموكينج. نتكلم بقى عن موضوع طيب احنا هنا بنتكلم عن البرايمري بريفنشن فور كارديوفاسكولار ديزيز. الاستاتين من الحاجات الريكومندد فور برايمري بريفنشن. طب قال انا هدي لكل الناس، يعني انا اي حد هيدخل لي من العياده هروح مدياله ستاتين؟ لا طبعا، ده يعني ثيرابي، فثيرابي يبقى ليه انديكيشن معينه وليه ريسك بنفيت انا بحسبه. يعني زي ما بدي حاجه زي ما بيبقى ليها بنفيت زي ما بيبقى ليها ريسك، فاكيد مش كل الناس انديكيت يعني او يعني ينفع ان هي تاخد
انديكيتد فيهم ان هم ياخدوا الستاتين ده. عشان كده بحسب لهم حاجه اسمها 10 year cardiovascular risk. ال 10 year cardiovascular risk يعني ايه؟ يعني انا من شويه داتا انا باخدها من العيان اقدر احسب له في خلال نسبه حدوث الكارديوفاسكولار ريسك عند البيشنت ده قد ايه في خلال العشر سنين الجايين. يعني ممكن عيان يبقى مثلا النسبه بتاعته عاليه ان هو يحصل في خلال 10 سنين حاجه كارديوفاسكولار ريسك بتاعته عاليه، وفي ناس تانية بتبقى قليل بيبقى عنده لو ريسك. يعني في ناس عندها لو ريسك وعندها هاي ريسك، وفي ناس زي ما هنشوف. فبيعتمد على نسبه الريسك دي العيان ده ياخد استاتين ولا مش هياخد، يعني هيستفيد فرصه ان استفادته من الاستاتين عاليه ولا مش فرصته مش عاليه. بالنسبه للاسبرين بقى البيشنت يعني مش فور موست بيشنت البنفيت والهارم بيبقى الدراسات الحديثه قالوا ان هي مش فارقه كتير. فانت بتاخد القرار ده بيست على انك انت عارف العيان بتاعك وعارف ايه الريسك اللي هو ممكن يتعرض لها، وهل هو الاصلح له ان هو ياخد اسبرين ولا مش ما بلاش منه. اوكي طيب نيجي بقى للريسك كارديو فاسكولار ريسك كالكوليتر. هو انت قلتي ان احنا بنحسب التاني يير كارديو فاسكولار ريسك، بنحسبها ازاي؟ بنحسبها عن طريق ريسك كالكوليتر. ريسك كالكوليتر دي انواع مختلفه، وفي دراسات بتتعمل على الشعوب، يعني الصين عامله لشعبها واحد، وتلاقي الامريكان عاملين واحد، واليوروبيان عاملين واحد. ففي كذا ريسك كالكوليتر، يعني انت لو دورت شويه كده على النت كارديو فاسكولار ريسك كالكوليتر هتلاقي انواع تايبس كتيره طلعت لك. هل بيفرقوا؟ بيفرقوا في ايه؟ بيفرقوا في الريسك فاكتورز اللي هم بيستخدموه علشان يحسبوا الريسك، وبتفرق في الابليكابيلتي بتاعت الكالكوليتر دي، وتفرق طبعا على حسب الشعب اللي هو معمول ليه. كل دي عندها يعني كل واحده منهم بيبقى ليها ادفانتجز وديس ادفانتجز. مفيش ريسك موديل بتبقى هي دي كويسه جدا بالنسبه لكل البيشنتس، بس احنا هنا هوريكم يعني اشهر اثنين، اشهر اثنين الناس بتستخدمهم اللي هو الفرانينجهام ريسك سكور وحاجه اسمها البولد كوهورت. يبقى هما اشهر اثنين هو الفرامينجهام ريسك كالكوليتور والبولد كوهورت ايكويشنز. الكلام ده بينزل موبايل عادي خالص وعلى اللابتوبس، وبتبقوا ابس كده انت بتدخل الداتا بتاعت العيان ويبتدي هو يحسبها لك، يحسب لك الريسك بتاع الكارديوفاسكولار ريسك للبيشنت ده في العشر سنين الجايين كام. الفرامينجهام ريسك سكورز انا جايبها لكم هنا بالتفصيل مش عشان هو ده اللي احنا بنعمله مع العيين، بس عشان تبقوا فاهمين الفكره. يعني لو هنا بصينا مع بعض، لو واحد عنده 40 45 سنه فهتلاقي ان احنا بنديله لو هو ميل هنلاقي بنديله سكور 5، ولو هي في ميل هتلاقي ان احنا بنديله سكور 4. ال HDL كوليسترول لو هو بس هنا بالملي مول، احنا هنا بنستخدمها في مصر مش بالملي مول بالملي جرام. فلو ال HDL كوليسترول بتاعته مثلا عاليه فوق 1.6 ملي مول تلاقي بياخد ماينس 2. طب اشمعنى هنا بالماينس؟ عشان زي ما احنا قلنا في بدايه المحاضره ال HDL كوليسترول بروتكتيف، فهنا يبقى بيقل. لكن لو هو ال HDL كوليسترول ابتدى يقل هتلاقي عندنا بالبوزيتيف عادي، هيبقى ده بالعكس ده ريسك فاكتور. التوتال كوليسترول برضو كل ما زاد كل ما السكور بتاعه عالي، كل ما البيشنت كان عنده التوتال كوليسترول بتاعه عالي كل ما هو اخد ريسك اكتر. السيستوليك بلاد بريشر لو هو 120 ونوت تريتد فده ماينس 2، او البيشنت اساسا ما عندوش هايبرتنشن، لكن لو هو تريتد وكنترولد اهو واخد زيرو. السموكر برضو بيبقى ليه ريسك بيتاخد اهو سكور بيتاخد، يعني لو هو سموكر وميل بياخد 4، لو هو سموكر وفي ميل بياخد 3، لو هو مش سموكر مش بتأثر بياخد 0. الدايابيتس دي قصة تانية هنقولها، لأن الدايابيتس دايابيتك بيشنتس كده كده بياخدوا ستاتين فمش بنحسب لهم أساسا الكارديو فاسكولار ريسك. خلاص بنجمع بقى السكور بتاع العيان هنا 5 من هنا على 3 على 4 بيطلع لي رقم معين، باجي هنا الرقم ده بيروح مترجم بيديني نسبة حدوث كارديوفاسكولار ديزيز في العشر سنين الجايين. فلو النسبة دي ضئيلة بتبقى البيشنت ده لو ريسك، لو حاجة انترميديت بيبقى انترميديت ريسك، لو البيشنت النسبة دي عالية جدا فيبقى كده هو هاي ريسك. وعلى الأساس ده أنا بروح مقررة إيه؟ بقرر هو هيبتدي يستخدم استاتين ولا مش هيستخدم استاتين. أتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة يعني يا دكاترة.
طيب دي الابس اهي، ما فيش حد طبعا بيقعد يعمل الكلام ده لما العيان بيدخل، لا ما بنعملش كده. وكل القصة ان احنا ممكن نحسب له على السكور ده. في حاجة كمان غير ال 10 year cardiovascular risk، حاجة اسمها اللايف تايم ريسك. يعني ايه لايف تايم ريسك؟ يعني انا بحسب له الريسك مش في ال 10 سنين الجايين، لا انا بحسب له الريسك في 30 سنة الجاية. طب وليه بقى؟ يعني ما انا احسب ال 10 year cardiovascular risk وبس. القصة مش كده، هي القصة ان دلوقتي احنا لقينا ان احنا لما بنحسب الريسك في ناس بتطلع له ريسك اقل من 5%، وفي ناس بتطلع بوردر لاين ريسك من 5 ل 7.5، وفي ناس بتطلع انترميديت ريسك من 7.5 ل 20، وفي ناس بتطلع هاي ريسك فوق ال 20. فغالبا اللي بيتعالجوا هم اللي فوق ال 20 طبعا، والانترميديت ريسك ممكن يتعالجوا هم كمان، البورد اللو ريسك والبوردر لاين غالبا مش بيتعالجوا. فالناس دي اللي في النص دي لو انا شاك ان هو ممكن ريسك فاكتورز قوي قوي، انا شايفه ان هو عنده ريسك فاكتور وعايزه احسم امري، فانا ممكن ساعتها اعمل لايف تايم ريسك وابتدي اشوف هو ينفع ياخده ولا ما ينفعش. يبقى احنا كده فهمنا الفكره العامه بتاعه ال 10 year cardiovascular risk assessment. تعالوا نتكلم عنها بطريقه يعني تفصيليه اكتر عشان نثبت المعلومه. ازاي احنا بنعمل cardiovascular risk assessment؟ عن طريق ان انا بعمل assessment traditional cardiovascular risk، بدردش مع العيان، باخد منه history، بعمله physical examination، بحط سنه، بحط الجندر بتاعه والphysical والblood pressure، وبطلب lipid profile، وبحط الداتا اللي طلعت لي دي كلها على الريسك كالكوليتر، هو بيطلع لي رقم. ساعتها بحسب ال 10 year cardiovascular risk من ال available risk calculator اللي انا بستخدمها. يبقى انا كده عملته ازاي؟ طب انا بعمله ليه يا دكاتره؟ بعمله علشان البيشنتس اللي عندهم، عشان احدد مين اللي هياخد ستاتين ومين اللي مش هياخد ستاتين. الناس اللي هتاخد ستاتين هي الناس اللي عندها لو ريسك او فيري لو ريسك، دولت مش هياخدوا، ودولت بس جاست بمنتين الهيلثي لايف ستايل. لكن البيشنت اللي عندهم هاي ريسك خلاص، يبقى لازم دولت هياخدوا ستاتين، هياخدوا بريفنتيف ثيرابي، وهشوف هياخدوا اسبرين ولا مش هياخدوا. لكن البيشنت اللي هم عندهم انترميديت ريسك، ساعتها ممكن بقى يبقوا انجيجد شويه في الدسكشن يعني عن اللايف ستايل تشينجز والبريفنتيف ثيرابي. الفيرست ديجري ريليتيفز كمان البيشنت اللي عندهم هاي ريسك ممكن يبقى برضه هم كمان معرضين اكتر لكارديو فاسكولار ديزيز، فعشان كده بنعمل لهم كونسلنج. هل انا بعمل كارديو فاسكولار ريسك اسسمنت والحته دي مهمه بعملها لكل الناس؟ لا، انا مش بعملها لاي عيان داخل. يعني ما ينفعش مثلا عيان داخل عنده 15 سنه ولا 20 سنه اعملها له، ما ينفعش عيان برضو فوق 75 سنه اعملها له. يبقى الايدج، يبقى الايدج اللي هو ريكومندد للكارديو فاسكولار ريسك اسسمنت اللي هو الايدج من 40 ل 75 سنه، هم دول اللي انا بعمل لهم 10 year كارديو فاسكولار ريسك علشان اشوف هيحتاجه ولا مش هيحتاجه. امال من 20 ل 75، من 20 ل 75 انا ممكن ادسكاس معاهم الريسك فاكتورز، لكن مين فيهم اللي فعلا هياخد ستاتين؟ الناس اللي هي من 40 ل 75 سنه اعمل لهم كارديو فاسكولار ريسك اسسمنت، وبعدين اكوردنج للنتيجه دي انا اشوف هياخدوا ستاتين ولا مش هياخدوا. غير كده الناس بقيت يعني لو قبل 40 سنه، فده انا جاست بديسكاس معاه ايه هي البريفنتيف او ايه هو البرايمري بريفنشن واللايف ستايل هابتس، الجود لايف ستايل هابتس عشان امنع الكارديو فاسكولار ديزيز. ماشي معايا يا دكاتره؟ طيب امتى بقى بعمل كارديو فاسكولار وامتى برجع اعيده؟ لو قبل كارديو فاسكولار، لو عند 20 سنه، من 20 ل 40 سنه دولت انا احنا قلنا ان احنا جاست بنديسكاس معاهم، يعني جاست ديسكشن كارديو فاسكولار ريسك. لكن الريسك اسسمنت، كارديو فاسكولار ريسك اسسمنت بيتعمل لو البيشنت ده طلع لو ريسك او بوردر لاين ريسك، خلاص انا ممكن اعيده كل 4 سنين او 6 سنين لان هو لو ريسك. طب لو طلع انترميديت ريسك، يعني الريسك بتاعه طلع من 7.5% ل 20% او طلع هاي ريسك، دولت انا بعيدها طبعا فريكونتلي اكتر، وبيبقى عيني عليهم علشان جايز يديفلوب كارديو فاسكولار ريسك تاني. وعند 75 سنه بنوقف ان احنا نحسب كارديو فاسكولار 10 year كارديو فاسكولار ريسك، وبشوف البيشنت ده هل هو محتاج ولا مش محتاج ان هو ياخد ستاتين بس. ال first degree relatives المفروض ان هو يتعمل لهم regular assessment risk factor assessment مع their own primary care provider.
لان هما بيبقوا عرضة اكتر. طيب يبقى انا كده تقريبا خلصت اللي انا عايزه اقوله، احنا باقي بس ان انا اوريكم الستيتمنت بتاعت الامريكان هارت اسوسيشن جايد لاينز علشان تبقوا يعني نقراها سوا كده. هو اللي على الشمال ده مش عليكم بس، ده يعني عشان تبقوا فاهمين الجايد لاينز بتتكتب ازاي. او ده كلاس اوف ريكومنديشنز، ده كلاس اوف ريكومنديشن، وده ليفل اوف ايفيدنس. يبقى سي او ار كلاس اوف ريكومنديشن، وال او اي دي ليفل اوف ايفيدنس. كلاس اوف ريكومنديشنز ممكن تبقى خضراء، يعني ايه كلاس اوف ريكومنديشن؟ يعني سترونجلي ريكومندد، يعني ريكومندد وبشده. ممكن يبقى اصفر جاست ريكومندد خلاص، وممكن يبقى على ممكن يبقى احمر كمان، يعني احمر ده يبقى هو كده على حسب الهارم. يبقى كلاس اوف ريكومنديشنز بيحسبوها ازاي؟ الناس دي بتحسب الكلاس اوف ريكومنديشن ازاي؟ على حسب كل حاجه بتتحسب في الطب، الريسك بنفيت ريشيو، يعني انا هستفيد قد ايه وهحط البيشنت في ريسك قد ايه. فطبعا لو البنفيت عالي قوي قوي عن الريسك يبقى هو سترونجلي ريكومندد، لو عالي بس مش ازيد قوي يبقى ماشي ده ريكومندد. لو الريسك هو اللي عالي يبقى ده حاجه احمر، يبقى هو نوت ريكومندد، بالعكس ده ناحيه الهارم اكتر. امال ايه هو الليفل اوف ايفيدنس؟ الليفل اوف ايفيدنس هي الاستاديز اللي اتبنت عليها الريكومنديشن. لو الاستاديز دي قويه جدا وراندمايز كنترولد ستاديز فيبقى الليفل اوف ايفيدنس عالي قوي. لو الليفل اوف ايفيدنس لا ما عندناش راندمايز كنترول، عندنا نون راندمايز كنترول، فهتلاقي الليفل اوف ايفيدنس اقل شويه، بقى بي اهو نون راندمايز. ممكن يقل خالص لان هو ممكن يعتمد على اكسبرت اوبينيون او يعتمد على اوبزرفيشنال ستاتس. دي حاجات في الاستاتستكس يعني عامه، مش يعني ده للاطلاع بس. طيب الريكومنديشنز دي بتقول ايه؟ ان هو فور ادلت بيشنت من 40 ل 75 سنه الكلينيشن شود روتينلي اسس تراديشنال كارديوفاسكولار ريسك فاكتورز وكالكوليت 10 يير كارديوفاسكولار اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز يوزنج ايه؟ يوزنج كوهورت ايكويشنز، اللي هو اللي انا وريته لكم من شويه في السلايدز. طيب فور ادلت بيشنتس بقى من 20 ل 40 سنه It's reasonable to assess the traditional risk cardiovascular risk على الأقل كل 4 ل 6 سنين، بس مش بنعملهم 10 year risk of atherosclerotic cardiovascular. يعني just في فرق ما بين إن أنا بعمل بكالكليت الـ estimated risk، في فرق ما بين إن أنا just بestimate risk. In adult patients, in adult اللي هم الـ borderline risk من 5-7.5%، الريسك بتاعهم من 5-7.5، او الناس اللي عندها intermediate risk اللي هي الناس اللي الريسك بتاعها من 7.5 ل 20%، it is reasonable. الناس اللي هم ايه في النص دولت، لا لو قوي ولا high risk قوي، دولت بعمل لهم ايه؟ فاكرين الريسك enhancing factors اللي احنا اتكلمنا عنها ورا ما اتكلمنا عن الموديفايبل والنون موديفايبل ريسك؟ هي دي انا بستخدمها بقى، بستخدم الريسك enhancing factors علشان ساعتها اخد قرار هل هديهم يحتاجوا ستاتين ولا بيحتاجوش ستاتين. عامة ده حاجة ادفانسد، وجم الستيتمنت دي مش انتوا مش مطالبين بيها يعني. طيب ده بالنسبة للريكومنديشن. بقى بالنسبة للاسبرين يوز، اللو دوز اسبرين اللي هي الاسبوسيت اللي هو 75 ميلي جرام might be considered for the primary prevention. انا كل ده الستيتمنت اللي احنا اتكلمنا عنها يا دكاترة for primary. فدي الاسبرين might be considered for the primary of, prevention of atherosclerotic cardiovascular disease في selected adult من 40 ل 70 سنه، لان هو انا يعني على الرغم ان انا بحسب الاستيميتد ريسك لغايه 75، بس هنا انا ما يستحسنش ان انا استخدم الاسبرين فوق 70 سنه for primary prevention who are at high risk of atherosclerotic cardiovascular risk but not at increased bleeding risk. يعني هو لو عنده risk of bleeding او عنده history او كده بلاش احسن. طيب اللو دوز اسبرين بقى should not be used on routine basis for the primary prevention among adults فوق 70 سنة زي ما قلت لكم من شوية. واللو دوز اسبرين should not be used for the primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease among adult patients at increased risk of bleeding. يبقى أنا لو جبت لكم سؤال قلت لكم فيه إن البيشنتس ده عنده history of مثلا gastric bleeding أو كده، أو البيشنتس ده فوق 70 سنة تحب تستخدم له ستاتين مثلا وعنده يعني تحب تستخدم له ايه؟ هل ستاتين بس ومثلا ولا ستاتين مع اسبرين؟ يبقى هو لو عنده ريسك اوف بليدنج يبقى بلاش احسن الاسبرين. او لو هو فوق 70 سنه وده انا جاست بستخدمه في البرايمري بريفنشن يبقى بلاش الاسبرين.
اوكي، ده الجايد لاينز، الدياجرام اهو هيلم الدنيا شويه، بس في حته اجزاء من هنا مش عليكم، يبقى اهو ده الريسك انهانسر، الحته دي مش انتوا مش مطالبين بيها. تعالوا نشوف هنا البرايمري بريفنشن بتقول ايه من 0 ل 19، اللايف ستايل تو بريفنت او ريديوس اثيروسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز. جاست باخد بالي بس من 0 ل 19 سنه دولت من الناس اللي عندهم فاميليال هايبر لايبيديميا، لو عرفت اشخصهم بتوع الفاميليال هايبر لايبيديميا هياخدوا ستاتين على طول، مش هيدخلوا في ان انا اجيب لهم بقى الريسك، ولا ان انا هستنى لغايه لما يجي لهم 40 75 سنه. ده لو عرفت يعني ايه لقطتهم بدري. طيب الناس اللي عندها من 20 ل 40 سنه، لا دولت انا باسس الريسك ان جنرال to encourage بس اللايف ستايل to reduce الاثيروسكلوتيك، لكن مش بحسب لهم تاني ايه كارديو فاسكولار ريسك. طيب امتى بكونسيدر ستاتين في الايدج من 20 ل 40 سنه؟ لو هم عندهم هيستوري كده ميال اكتر ناحيه ان هم جايز يبقى عندهم فاميليال هايبر ليبيديميا، اوكي عندهم بريماتيور اثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز، او عندهم ال دي ال كوليسترول فوق 160. طيب الايدج بقى من 40 ل 75 سنه، دول اللي انا بحسب لهم اثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز، بس بروفايدد ان هم مش دايابيتك، لان هم لو دايابيتك انا مش هحسب لهم. وبروفايدد ان هم ال دي ال كوليسترول بتاعهم من 70 ل 190، لان هو فوق، لو فوق 190 يبقى دول فاميليا. ما تيجي نقولها بطريقه العكس علشان يعني ما تبقوش متلخبطين. يبقى انا هنا بطلع الناس اللي عندها ال دي ال كوليسترول فوق 190، فوق 190 دي هياخدوا ستاتين، انا مش مستنيه ان انا احسب الاثيروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز علشان اديهم ستاتين ولا لا. دولت ناس غالبا عندهم فاميليال هايبر ليبيديميا، يبقى دولت هيستفيدوا على طول من الستاتين. وكمان الدايابيتيك بيشنتس، الدايابيتيك بيشنتس مش بستنى ان انا احسب ال 10 يير كارديو فاسكولار ريسك علشان اقول هم هياخدوا ستاتين ولا لا، هم هياخدوا ستاتين وهتفرق في الجرعه، ماشي دي حاجه تانية، بس هم كده كده هياخدوا ستاتين. يبقى مين اللي هياخدوا ستاتين على طول من غير كلام؟ ال LDL كوليسترول بتاعهم فوق 190، دولت عندهم فاميليال هايبرليبيديميا، والناس غالبا يعني غالبا بيبقى عندهم فاميليال هايبرليبيديميا، والناس اللي بيبقى عندهم دايابيتس دولت برضو هديهم على طول ستاتين. الناس اللي فوق 75 سنه انا بعمل لهم جاست كلينيكال اسسمنت وبدسكاس الريسك معاهم، وبحسب بقى هم يعني يستاهل الموضوع ان هم ياخدوا ستاتين ولا ما يستاهلوش، يعني مش يعني الموضوع يعني ريسك بنفيت ريشيو زي ما احنا قلنا، يعني ريسك وبنفيت، هل هيستفيدوا قوي؟ انا كل ده دكاتره، بس نخلي بالنا مش بتكلم على واحد فوق 75 سنه وعنده مثلا بريفيس ام اي. لو عنده previous MI خلاص هو كده دخل في secondary prevention، لكن انا بس بتكلم على واحد تمام نورمال 75 سنه كويس جدا انا خايف عليه من coronary heart disease. طيب بالنسبه من 40 ل 75 سنه، واحنا قلنا انه ال LDL كوليسترول بتاعه واقع ما بين 70 ل 190 وهو مش diabetic، ساعتها هبتدي بقى ايه اعمل له atherosclerotic cardiovascular risk assessment. لو طلع اقل من 5% في البيشنت ده لو ريسك، لو طلع من 5-7.5% في البيشنت ده بوردر لاين ريسك، لو طلع من 7.5 ل 20 لاقل من 20% فده انترميديت ريسك، لو طلع اكثر من 20 فده هاي ريسك. غالبا هياخد بقى الهاي ريسك هو اللي هياخد ستاتين، انا مش مطالب يعني انتوا مش مطالبين بده بالريسك انهانسر، ولا مطالبين بالتفاصيل التريتمنت، ولا الجدول اللي تحت، يعني مش انتوا مش مطالبين بالكلام ده، مطالبين بالفكره العامه انا مين بحسب له كارديو فاسكولار ريسك، وليه بحسب كارديو فاسكولار ريسك اسسمنت، بعمل استيميشن للكارديو فاسكولار ريسك في السنين في العشر سنين الجايين ليه، عشان في البرايمري بريفنشن ايه الفكره نفسها. اوكي كده دكاتره، يبقى احنا هنا انا كده تقريبا خلصت، هنحل بس ثلاث اسئله مع بعض. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الديسليبيديميا، اتكلمنا يعني ايه ديسليبيديميا ان جنرال، وبعدين قلنا ايه هي الكلاسيفيكيشنز بتاعت الديسليبيديميا والكوزز او التايبس اوف فاميليا ديسليبيديميا والكوزز اوف سكندري ديسليبيديميا، وبعدين ابتدينا نقول ايه علاقه الديسليبيديميا بالاثيروسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز، او ايه المشاكل اللي ممكن تنتج من الديسليبيديميا، وعشان كده المشاكل دي احنا بنعمل لهم سكريننج من بدري، وقلنا ايه السن اللي المفروض نبتدي فيه سكريننج للليبيد بروفايل. بعد كده اتكلمنا عن الاثيروسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز وايه الستيجز بتاعت الاثيروسكلروزس والبلاد فيسلز اللي ممكن تتاثر والاورجنز اللي ممكن تتاثر بالاثيروسكلروزس ده،
وبعدين ابتدينا نتكلم عن الموديفايبل والنون موديفايبل ريسك فاكتورز، اللي هي كانت واحده من الموديفايبل ريسك فاكتورز هي الديسليبيديميا. وبعدين اتكلمنا بقى، ابتدينا نتكلم من ازاي نعمل برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن. الدايجرامز ده ما تنسوهوش. وقلنا البرايمري بريفنشن بلس ان احنا بنعمل لايف ستايل هابتس كويسه، انكارج اللايف ستايل، الجود لايف ستايل هابتس، وبلس ان احنا بنمانج الكومن كرونيك ديزيزز زي الدايبيتس والهايبرتنشن والاوبيزيتي. قلنا كمان ان في بلس اور ماينس فور برايمري بريفنشن، بلس اور ماينس ستاتين يوز، وبلس اور ماينس اسبرين يوز. في السكندري بريفنشن احنا قلنا لا، هنا هنستخدم هنستخدم ستاتين، ما فيهاش كلام فور سكندري بريفنشن، وهنستخدم اسبرين لو هو مش كونترا انديكيتد في البيشنت ده. وقلنا البلس اور ماينس ستاتين يوز بتعتمد على ان انا اعمل كارديو فاسكولار ريسك اسسمنت. لما هعمل كارديو فاسكولار ريسك اسسمنت هيطلع لي البيشنت ده عنده هاي ريسك ولا عنده لو ريسك فور كارديو فاسكولار ديزيز. لو طلع لو ريسك يبقى جاست خلاص انا هطمن واقول له انت محتاج بس تكمل على الجود لايف ستايل هابتس، ولو عنده ديزيز هعمل له يعني هاكد عليه ان هو لازم يبقى البلاد بريشر والدايبيتس او البلاد جلوكوز تبقى كنترولد. لو طلع هاي ريسك يبقى ده غالبا هو دي الناس اللي هتستحتاج استاتين. وعرفنا مين اللي احنا بنحسب لهم تاني كارديو فاسكولار ريسك، اللي هم غالبا الناس من 40 ل 75 سنه، بشرط ان يكون ال دي ال كوليسترول بتاعه مش فوق 190، وشرط ان هو ما يكونش دايابيتك. اوكي نقرا بقى بسرعه كده الكويشنز دي. ده واحد عنده 61 سنه with history of hypertension و hyperlipidemia و diabetes وبياخد مجموعه دراجز. ايه من الدراجز دي او من الحاجات اللي ممكن تعمل prevention او protection ل coronary artery disease؟ مين فيهم يا ترى؟ انوتيبين ولا انسولين ولا statin؟ اكيد الستاتين. اوكي فهو ده اللي بيعمل prevention. طيب السيناريو اللي بعده، questions اللي بعده، 53 سنه في male patients with medical history of diabetes. اوكي دكاتره ونركز بقى في موضوع الدايابيتس ده. هي جايه فور ايفالويشن وما عندهاش اي ريسك فاكتورز، وهي مش سموكرز ومش بتستخدم الكحول، وهي اكتيف وبراكتس اكسرسايز يعني، والفيزيكال اكزامينشنز بتاعها كويس، ما عندهاش هايبرتنشن، بلاد بريشر بتاعها 120 على 70 وتمام. يبقى هي بقى ايه النكست ستيب للبيشنتس دي علشان اعمل بريفنشن كارديو فاسكولار؟ يا ترى بجان ستاتين ولا كالكوليت تاني يير كارديو فاسكولار ريسك، ولا بجان انتي هايبرتنسيف ثيرابي، ولا ريبيت الليبيد ليفل ان 3 ييرز؟ لو تفتكروا من الدياجرام اللي انا قلت لكم، لو حد ما عنده، لو عنده فاميليا الهايبر ليبيديميا او ال دي ال كوليسترول بتاعه فوق 190 او دايابيتك، انا مش محتاجه ان انا احسب تاني يير كارديو فاسكولار ريسك، لا انا بجان ستاتين. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ البيشنت سي هاد بيجن ستاتين. طيب ده نفس السيناريو بتاع اللي فات بالظبط، بس انا شلت منه دايابيتس، البيشنت بقى عندها هايبرتنشن، وحطيت لكم بقيه كل سيناريو، وحطيت وحطينا بقى البلاد بريشر ليفل بتاعها ان هو كنترول ده اهو، والبلس 72، وبعد كده بقيه الليبيد بروفايل. Which of the following is the next step in the management of these patients؟ يا ترى هنا هبيجان ستاتين على طول، ولا هحسب 10 year cardiovascular risk patients دي من 40 ل 75، يعني 53 سنة من 40 ل 75 سنة مش diabetic، وال LDL كوليسترول بتاعها ما كانش عالي قوي اهو 110، فبالتالي يبقى هي هتبيجان، قصدي هكالكوليت 10 year cardiovascular risk. بس هو دي كده، احنا كده خلصنا المحاضرة. شكرا ليكم يا دكاترة. شكرا شكرا.